الحقيقة أكثر إخلالات شاهدناها، أولا حتى الساعة مازالوا فما شكون أعوان هيئة الانتخابات مهماش قاعدين يقبلوا في بطاقات الاعتماد متاع الدور الأول للانتخابات، والحال أنه هيئة الانتخابات أكدت على ذلك حتى البارح في الندوة الصحفية متاعها، أكدت أنه بطاقة الاعتمادات للدور الأول راهي مازالت سارية المفعول. هذا اليوم مش كان احنا، مش كان ملاحظي مرسى تشاهد، ملاحظي الجمعيات الاخرى نفس الشيء. المشكله هذه العديد والعديد من السيارات الاداريه والخاصه قاعده تهز في الناس لمراكز الاقتراع وتحاول تاثر عليهم باش يصوتوا الناخبين دون اخرين. نفس الشيء خرق الصمت الانتخابي في حول مراكز الاقتراع، العديد من الناس قاعدين يعملوا في حملة انتخابية لفائدة أشخاص، فما حتى شكون نعطى أموال، وراو على فكرة فما على القليلة فما زوز في أماكن مختلفة تم إيقافهم من طرف الأمن. أكثر حاجة الحقيقة بهتتنا وأول مرة تصير هو زوز معناتها مراكز اقتراع في القيروان، مركز أبي زمعة البلوي ومركز الصحابة أربعة، هذوما تجي فرقة الأنياب معناتها يجي أمن مصحوبين بالكلاب ويدخلوا المركز الاقتراع ويخرجوا كل المقترعين وأعوان هيئة الانتخابات من مكاتب الاقتراع ويدخلوا هما يقوموا بتفتيش وبعدين يخرجوا ويرجعوا العبيد. الحقيقة هذه ما فهمناش علاش، خاصة أنه راه في كل الحالات إخراج أعوان هيئة الانتخابات من مكاتب الاقتراع راهو ما يجيش، لأنه ذوكم في رقبتهم في صندوق وفي رقبتهم دفتر. كذلك اللي صاير أنه أعوان هيئة الانتخابات مش قاعدين يتفاعلوا معانا ومش قاعدين يمدونا بالنسب، وإحنا هذايا مؤشر خاصة مع الضعف الكبير اللي الناس المقترعين معناتها الى حد الان فما اقبال ضعيف وضعيف جدا، لاحظوه الملاحظين متاعنا. انا ما ناكد شيء، اما ماذا بينا انهم ينفتحوا علينا اكثر كمجتمع مدني، واحنا رانا اليوم نلاحظوا وما حبيناش نخرجوا من حتى التاريخ متاع انتخابات ونتفاعلوا مع بعضنا، وهذا هو الاسلم. ما عدا ذلك احنا مازلنا نراقبوا وبلاغاتنا تخرج تباعا، واي مشكله نعلمكم بها ومرحبا بكم. احنا قاعدين نسعى وتوا انه تكون عندنا نسب اوليه، وقت اللي تكون عندنا نعطيوها لكم.